يا الله مدينة البيسين 7/8/2012 قمنا بزيارة مكان سقوط أحد صواريخ الطائرات بعدها أن تم إطفاء الحريق بجانبها واكتشفنا أنه يبلغ طول هذا الصاروخ 220 سنتيمتر. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا أحد الأرقام التي وجدت على هذا الصاروخ. مدينة البيسي 7/8/2012 مكان سقوط أحد الصواريخ من إحدى الطائرات. حسبنا الله ونعم الوكيل.